السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم لامبر، وراح نعمل دونات في البيت زي المطعم. أول إشي راح نجيب طحين، ثاني شي سنح تحط سكر، بعديها حط سنة كمان تحط بيض، بعديها ملح، بعديها نحط زبدة. بعديها نحط الحليب، بعديها راح نسكر، بعديها نحط ورشة على واحد. يستوي راح يضلنا ربع ساعة. نفتحها ونلمها كلها عشان نحطها في صحن عشان تتخمر. والشي راح بعد لما نتخمر العجين، هلا راح هنطق يلا راح هنرق العجين عشان نساوي الدونات. رقينا العجين راح نقطعه. لا هنريح نص ساعة وراح نقليهم. ستيلا مستعدة؟ يلا
هلا انا نقلي الدنس. ماما اصدري بس خليها تبقي ابيض. بدنا نقليهم هلا الدونت. يلا عنزين الدنت. كمان هلو زاكي. عبد العزيز.